هسه نشرح اخر فيديو اليوم اللي هو عندي سؤال 31. هذا السؤال من البروبلم بي. طبعا هذا السؤال سهل بس مش راح تعرف تحله الا اذا قرات السؤال، لانه صيغه السؤال هي اللي خلته تحله. طيب حكى لي في عندي بكرت ديسكين A و B، الانجلر فيلوسيتي ل A يعني اوميجا ل A 200 ار بي ام، 200 ار بي ام يعني 200 ريفوليوشن، 240 ريفوليوشن بير مينت. في اوميجا ايش؟ اوميجا A تساوي 240 ريفوليوشن بير مينت، وانا حكيت بدي اشرحها ان ريفوليوشن بير مينت بدنا نحولها لراد لكل سكند، 240 ضرب 2 باي لعدد الريفوليوشن على تحولها لثواني، 240 ضرب 2 باي على 60، 4 في 2 هاي تقسيم 4 8 باي راد لكل سكند. كيف نحول من ريفوليوشن بير مينت لراد لكل سكند؟ بنضرب 2 باي تقسيم 60. طيب ايش انا هاي اوميجا اي، وحكى لي ستارت فروم ريست ات تايم تساوي 0، ستارت فروم ريست ات تايم تساوي 0، فاوميجا انيشال تساوي 0. طيب ايش في عندي انا؟ حكى لي اند جيفن ا كونستانت انجولار اكسلريشن ماجنيتود الفا، في عندي انجولار اكسلريشن مقداره الفا، الفا اي مجهول. طيب بعدين حكى لي الديسك بي ستارت فروم ريست يعني اوميجا نوت ل بي تساوي كم؟ ثانيتين. And is given constant angular acceleration also magnitude alpha. فهي صيغة السؤال اللي حكيت لك كيف تحل السؤال. كيف؟ حكى لي الفا بي نفسها الفا اي، ما حكاليش الفا 1، ما حكاليش الفا 2، حكى لي الفا تساوي الفا. ف الفا اي مجهولة نفس الوقت بتساوي الفا بي. طيب ايش الفا اي وايش الفا بي وشو القوانين؟ طيب بنعرف بما انه حكى لي constant السؤال كونسبت انجلر اكسلريشن معناته قوانين الحركه، نعرف اوميجا اي تساوي اللي هي الفاينل تساوي اوميجا انيشال زائد الفا تي 0. اوميجا اي كم؟ 6 باي اي 8 باي الفا تي، تي مجهول ما هو طالب من الفرع الثاني يوجد الزمن لما 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 يصير لهم نفس لما يلمسوا بعض فمجهول. وعندي هسه اوميجا بي، طيب في عندي قاعده عند ديسكين متلامسين له بيكون نقطة التلامس لها نفس السرعة، فنعرف شغلة واحدة الحبل له نفس السرعة ونقطة التلامس لها نفس السرعة. ف اوميجا اي 8 باي، فبدي اطلع نقطة التلامس نقطة الكونتاكت يعني في سي كونتاكت تساوي اوميجا ار تساوي اوميجا اي كم؟ 8 باي. وكم ار؟ نصف قطر الديسك 150 ملم، كم بدها تساوي؟ 0.8 تطلع 6 على 5 باي، 6 على 5 باي. طيب انا هاي في سي ومعي صار جديد اوميجا بي، اوميجا بي بتساوي السرعه اللي طلعتها على ايش؟ على نصف القطر، نصف قطر 200 ملم يعني 0.2 بتطلع مع 0.2 وكذا بتطلع مع 6 باي، 5 مع 0.2 بتصير 1 6 باي. هاي لاوميجا لبي، فايش اوميجا بي؟ الفا في تي، بس هنا تي مش راح تكون تي عاديه. ليش؟ لانه هو حكى لي في الريست تبعها التي تساوي 2، يعني في فرق بينهم 2 بين A و B، في فرق الزمن، الريست تبعها تي ناقص 2. طيب انا ايش حكيت؟ ايش حكيت؟ الفا تي اوميجا بي كم بتساوي؟ 6 باي تساوي الفا في تي ناقص 2، واوميجا A تساوي 8 باي، 8 باي تساوي الفا تي. طيب انا بدي الالفا اقسم المعادلتين على بعض او اطرحها من بعض زي ما بدك، خلي الفا تساوي الفا 8 باي على تي، شو بدها تساوي؟ 6 باي على تي ناقص 2، مع هيو نسبة تناسب باي مع باي بتطير، 6 تي تساوي 8 تي، 8 في 2 16 ناقص 16، ف 2 تي بتساوي 16، تي بتساوي 8 ثواني، 8 ثواني، عوض ال 8 هون في المعادلة مثلا 8 باي على 8 بتطلع معي الفا، من هاي تساوي الفا، الفا بتطلع معي باي. طيب بدي اعوض بهاي 6 في 8 6 باي على 2، 6 باي على 6 قصدي 8 ناقص 2 بتطلع معي باي، معنى المعادلة حققت مجهولين معناته الفا تساوي باي رد كل سكند والزمن تساوي 8 ثواني. كيف المانيوال حله؟ المانيوال حله اعطاني الاوميجا حولها، والفي سي ار اوميجا في الفا زي ما عملت، والاوميجا ما هي نقطة التلامس نفسها،
بعدين حكى لي اوميجا اي الفا تي واوميجا بي زي ما حكيت الفا في تي ناقص 2 لانه الريس تبعه عند 2 مش الريس تبعه عند 0 يعني في فرق بين الاي والبي 2 طرحهم من بعض حلهم انا حليته بطريقه ثانيه شبه متناسب هو حل معادله كل معادله لحال يعني نفس الشيء. يعطيكم العافيه.